تعود سوريا إلى الحضن العربي، لكنها لن تعود لنفسها بسهولة، فهي بحاجة لأكبر فاتورة أعمار في التاريخ الحديث، قدرتها الجامعة العربية ب 900 مليار دولار، بينما توقعت بعض المنظمات الأممية أن تصل التكلفة إلى 450 ملياراً، رقم كبير يحتاجه السوريون لإزالة الآثار المباشرة لاثني عشر عاماً من الحرب. هذه الأزمة التي امتدت تبعاتها السلبية من إرهاب ودمار ونزوح ولجوء إلى سائر دول المنطقة والعالم. نحو نصف سكان سوريا بحاجة لمساعدات عاجلة، 12 مليون مواطن أجبروا على الفرار من بيوتهم، نصفهم نزح داخل البلاد، والنصف الآخر أصبح حبيس مخيمات اللجوء في الدول المجاورة أو لفظته أمواج البحر إلى دول العالم. وقد تنجح ورشة إعمار دولية مع استثمار فعال لموارد سوريا في إعادة بناء البلاد خلال سنوات طويلة قادمة، لكن الخسائر البشرية والهدم الذي جرى في النفوس يستحيل بناؤه. أحباء وأقرباء وأهل فقدوا في مسلسل قتل طال نحو 350 ألف شخص، بينهم 300 ألف مدني على الأقل. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.